ختامها توقيع اتفاقية شراكة متجددة بين الجزائر وفرنسا، أعلن عنها بعد تغيير في جدول الزيارة التي استغرقت 3 أيام. زيارة هي الثانية لماكرون في غضون 5 سنوات، أريد بها كسر الفتور الذي ساد العلاقة بين الطرفين في الشهور الأخيرة. تخللها لقاء تنسيقي بحضور مسؤولين عسكريين يعتبر الأول من نوعه منذ 60 عاما. أول مرة يكون هناك اجتماع أمني يترأسه الرئيسان الفرنسي والجزائري، ويكون على مستوى القمة ربما لأهمية وحيوية الملفات التي تم تناولها: الساحل، ليبيا، الأزمة التونسية، وربما الأزمات العالقة بين الجزائر وفرنسا بين الضفتين: الهجرة السرية، ربما الأمور الأمنية بين والاستخباراتية بين الجزائر وفرنسا. وعلى عكس المتوقع، ينفي ماكرون حضوره من أجل رفع حجم الإمدادات الغازية الجزائرية، فيما تؤكد فيه المعطيات تراجع حجم التبادلات التجارية بين البلدين. أعتقد أن العلاقات الاقتصادية الجزائرية الفرنسية على المحك بسبب تراجع هذه الاستثمارات ورغبة الطرف الجزائري في استثمارات اقتصادية جادة خالقة للثروة وتنقل التكنولوجيا، لأن الجزائر تربطها علاقة شراكة بالاتحاد الأوروبي، ومن بين بنود اتفاقية الشراكة تنص على نقل التكنولوجيا وحرية تنقل الأشخاص، لكن من خلال ويتضمن الاتفاق الجديد المبرم بين البلدين جملة من التفاهمات أبرزها تنسيق في مجال الأمن والدفاع والاقتصاد. زيارة تؤسس حسب مراقبين لبداية عهد جديد بين الجزائر وفرنسا. بعيدا عن الحسابات التاريخية، يسعى كل من الطرفين لإيجاد شراكات اقتصادية تفضل الجزائر ترسيمها بلغة البراغماتية. كما يكسر اتفاق الشراكة الجديد شيئا من الفتور الذي ساد العلاقة بين الطرفين في الشهور الأخيرة. من الجزائر سارة بانا اليوم.